ونطلب من الناخبين الذين يسمعونا ان الضمانة الحقيقية راهي مزدوجة بين السلطة وبين الناخب. السلطة بين دون الناخب راهي شبه يعني منقوصة الإمكانية، لأن المصداقية كاملة تأتي بمساندة الناخب بممارسة حقه ومشاركته في عملية الرقابة أثناء فرز الأصوات. وهذا النداء نوجهه من الآن، ما ننتظرش اليوم الانتخاب باش نوجهه. يعني من الآن كل مواطن يرى بأن انتخاب رئيس الجمهورية ليس بالأمر الهين، فهو يعني مصير مصير الدولة المستقبلي يأتي من نجاح هذا الانتخابات. لأول مرة كل المعنيين بالأمر بهذه العملية يعني ملتزمين وتعهدوا وعليهم الواجب القانوني لضمان نزاهته شفافيته والحفاظ على كل المعايير التي تجعل من هذا الانتخاب وفق ما تتطلبه المعايير الدولية. ولهذا أتمنى وأطلب وأحث يعني سيما الفترة الفئة الشبانية، الفئة الشبانية اللي راهي على مشارف الأخذ بزمام الأمور في البلاد، بأن توعى بأن أول عقد كمسؤول وكمواطن مسؤول هو التسجيل في الانتخابات في القوائم الانتخابية. يسجل روحه في الانتخاب يصبح عنده وزن حقيقي في تقرير مصيره في البلاد.